www.smartfortech.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هابي انت. هنتكلم دلوقتي عن إضافة أشكال أو صور أو كليب أرت لملف الوورد. هشوف إيه الحاجات المختلفة اللي أقدر أضيفها للملف وإيه الإمكانيات اللي موجودة عندي. هنروح الأول على إنسيرت. خلينا نشوف الأول إزاي نضيف صورة لملف الوورد. لو ضغطت على كلمة بيكتشر هيفتح لي الجهاز بتاعي وأقدر منه أضيف أي صورة أنا عايزها. لو في صورة معينة في مكان معين أنا عايز أضيفها، أوكي، بتوجه للمكان ده على طول وأضيف الصورة اللي أنا عايزها. خلينا ناخد من الصور اللي موجودة مع البرنامج، هنختار دي مثلا. كده هو ضاف الصورة. نقدر نحط على الصورة دي مجموعة من التأثيرات المختلفة. خلينا نفتح هنا ونشوف الستايلز المختلفة اللي ممكن أضيفها على الصورة، وبرضو بنفس الطريقة بتاعتنا، مجرد أن أنا أمرر الماوس بس على الشكل اللي أنا عايزه هشوف المعاينة على طول وهقدر أختار الشكل ده. كل دي تنسيقات مختلفة، بس أنا الصورة بتاعتي كبيرة وعايز أصغرها شوية. خلينا نصغرها ونحافظ على الجودة بتاعتها بأننا نحافظ على النسبة بين الطول والعرض، فبلاش نسحب من هنا. شايفين أنا لو سحبت من هنا الصورة بتاعتي هتبقى ممطوطة، أو لو صغرت من هنا أو كبرت حتى برضو الصورة بتاعتي هتبقى مش مظبوطة. فأنا هاجي في أحد الأركان الأربعة وأصغر الصورة علشان أشوف عليها التأثير بشكل أفضل. وخلينا نرجع تاني للجزء بتاع الستايلات المختلفة ونشوف إيه الستايلات اللي ممكن نضيفها على الصورة. شايفين على المعاينة كل حاجة أنا بعمل بمرر الماوس بس كده عليها بشوف شكلها هيبقى إيه لو ضفتها على الصورة. طبعا ده بيوفر علينا وقت وبيدينا نتائج كويسة جدا جوه ملف الوورد. بنوصل لها ببساطة خالص بمجرد أني بعمل كليك كل التأثيرات دي بنضيفها على الصورة. خلينا ناخد ده مثلا ونعمل كليك عليه. أنا كده ضفت التأثير اللي أنا عايزه على الصورة. طب في حاجة تانية أقدر أعملها؟ نقدر نعمل كمان تعديلات تانية على الإضاءة بتاعة الصورة. أنا لو عملت كليك هنا على كلمة corrections اللي جنبها العلامة بتاعة الشمس دي بتديني تعديلات مختلفة أقدر أعملها في الضوء بتاع الصورة. أنا بس بمرر الماوس كده وبشوف الشكل اللي يعجبني وأقدر أختار منه. طبعا دي مش محتاجة شرح، دي يعني كل واحد هيختار الشكل اللي يعجبه يجرب لما يوصل لتعديل اللي هو عايزه، أو في ناس مش عايزة تعديل خالص في الصور مناسبة. نقدر كمان نعمل تعديل على الكلر، نغير ألوان الصورة خالص، عمل لها ريكالر يعني لون جديد. أو نغير التون بتاعها. كل دي تعديلات بنضيفها بكليك واحدة بس على الصورة. أقدر كمان أضيف إفكتات أو تأثيرات على الصورة تغير منها خالص. منها إفكتات بتدي نتيجة بالظبط زي اللي موجودة عندنا في برنامج فوتوشوب. لو حد بيستعمله هيلاقي إن عندنا فلترز في فوتوشوب بتعمل نفس التأثيرات اللي احنا شايفينها دلوقتي. كل دي حاجات نقدر نضيفها على أي صورة احنا اخترناها لو عايزين نعمل عليها تعديل من دول. طيب خليني اروح اختار صورة تانية كده علشان نشوف برضو اضافة تانية مهمة قوي في وورد. اروح تاني على insert picture، بس انا عايز صورة يكون فيها لون مميز شوية. خلينا مثلا ناخد الصورة دي علشان اجرب عليها الاوبشن اللي اسمه remove background. لو افترضنا ان عندنا صورة فيها لوجو او صورة انا عايز اشيل منها الخلفية، عندي امكانية هنا ان انا اشيل خلفية الصورة. احنا شايفين لما ضغطت على الايقونة اداني لون مختلف على اجزاء معينة من الصورة. هو افترض ان دي الحاجات اللي انا عايز اشيلها من الصورة، لكن لو بصينا للون الموف ده هنلاقي انه مش ده اللي احنا عايزين نشيله، ومش دي المساحة اللي احنا عايزين نشيل منها الخلفية. فهبتدي الاول اوسع الاطار بتاعي ده علشان ياخد الصورة كلها. شايفين هو بيتعرف كده تلقائي على المساحة اللي مفترض ان انا عايز اشيلها. تمام، لو بصيت للصورة بالشكل ده هلاقي انه في حاجات هيشيلها، اوكي انا عايز اشيلها اللي هي لون السما ده، لكن في حاجات سايبها وانا عايز اشيلها، وفي حاجات هو هيشيلها وانا محتاج ان انا اسيبها زي الاجزاء بتاعت الزهور دي من تحت من هنا. انا عايز الاجزاء دي كلها تبقى موجودة.
بعدل على الأجزاء اللي هتتشال واللي هتتساب إزاي؟ من خلال الأيقونات دي. عندي هنا أيقونة بيقول لي mark areas to keep، يعني حدد لي الأماكن اللي عايز نسيبها ما شيلهاش. هضغط على الأيقونة دي وهبتدي أختار له كده كذا مكان من الأماكن اللي تحت. هو بياخد درجة اللون، فلو أنا واخد درجة لون مفيش منها مساحة كبيرة مش هياخد مساحة كبيرة قوي، فأنا هاخد كذا كليك على أساس إن هو يشيل لي نفس درجة اللون اللي أنا بعمل عليها كليك دي. ناخد هنا مثلا هو بيحذف زي ما قلت على أساس درجة اللون اللي أنا بحددها، فلما باخد لون موجود على مساحة كبيرة بيسيبهولي خالص، بيشيل من عليه لون الموف ده. طبعا لو الصورة لها خلفية مميزة وألوان الصورة نفسها مميزة الحكاية تبقى أسهل من كده بكتير، بس أنا جبت الصورة اللي موجودة عنده وخلاص. دلوقتي أنا حددت له الأجزاء اللي عايزه يسيبها ما يشيلهاش. طب في أجزاء تانية أنا عايزه يشيلها، بروح على mark areas to remove، يعني حدد لي الأماكن اللي عايزها تتشال، وببتدي احدد له الاماكن اللي هو سابها ما حددهاش على اساس انها تتشال من الصورة. يعني هفترض ان انا كده حددت كل اللي انا عايزه مظبوط، خلاص اخترت الاجزاء اللي انا عايزها خلفية او انا عايزها تتشال من الصورة ايا كانت الاجزاء دي ايه، هروح عند كلمة keep changes واعمل عليها كليك. لما بعمل عليها كليك وبعدين اطلع بره الصورة بلاقي انه شال لي الخلفية بتاعت الصورة. وعلشان اتأكد من كده برضو خلينا نروح على جزء اللاي اوت. بصوا انا لو جيت اختار لون لخلفية الملف كله هلاقي اني ما عنديش خلفية للصورة دي. طيب ايه كمان نقدر نعمله في الصورة؟ خلينا نعمل كليك عليها علشان يجيب لي الاوبشنز الخاصة بيها من فورمات. انا اقدر اعمل للصورة دي كروب، او اقدر اقص الصورة على اساس اي شكل انا عايزه. ازاي الكلام ده؟ خليني احط صورة جديدة، اعمل كليك في اي مكان فاضي واروح تاني انسيرت واحط صورة علشان تبقى على بعضها بقى مفيش خلفية ناقصة منها ولا حاجة. ناخد مثلا الصورة دي ونروح عند كلمة كروب واختار الشكل اللي انا عايز اعمل كروب على اساسه. اقدر اعمل الكروب او القص ده على اساس صورة، فممكن اقص على اساس اي شيب من دول. هفترض مثلا ان انا اخترت الشيب ده، بمجرد ما بعمل عليه كليك الصورة بتتقص على اساس شكل الشيب اللي انا اخترته. تاني نختار اي شكل تاني من الشيبس، ممكن اعملها على شكل مثلا النجمة دي، وممكن كمان احط على الصورة اي افكت تاني انا عايزه سواء قصتها على شكل شيب او لا. انا ممكن احط لها اطار، احنا شايفين الاطار حواليها اهو، خليني بس ازود السمك بتاعه علشان يبان. شايفين الاطار الاسود ده، اقدر اختار له لون، هفترض مثلا اني هعمله كده باللون ده، واقدر احط لها افكت، احط لها شادو خيال. دي الافكتات اللي موجوده في الستايلات اللي موجوده فوق، بس لاني قصيت على شكل شيب لو رجعت تاني هنا واخترت شكل من دول هيشيل الشيب اللي انا قصيت على اساسه. فخليني اضيف بعد كده لو حبيت اي افكت بايدي بشكل يدوي، اقدر احط اي حاجه انا عايزها. لو عايز ريفليكشن مثلا، طبعا الريفليكشن على شكل النجمة هيبقى بعيد قوي مش هيبقى شكله ظريف. انا اعمل الحواف بتاعتها خالص، اخلي لها اختفاء تدريجي كده، اعمل لها بيفل يعني تبقى شكل مجسم. احنا شايفين حوالين النجمة من فوق هيبان الشكل ده اكتر، او التأثير اللي احنا بنعمله ده هيبان اكتر من فوق. كل دي افكتات اقدر اضيفها على الصورة اللي انا اخترتها. اقدر كمان اعملها مايلة كده، اي تأثير من دول اقدر احطه عليها بعد ما عملتها على شكل الشيب. دي التأثيرات المختلفة اللي اقدر استعملها مع الصورة. طيب خلينا دلوقتي نشوف طريقة ادراج حاجة تانية. هقف مثلا هنا واعمل كنترول انتر، اروح صفحة جديدة واروح تاني على انسيرت، اشوف المرة دي لو عايز اضيف كليب ارت. لو ضغطت على كلمة كليب ارت هلاقيه فتح لي النافذة الخاصة بالبحث عن الكليب ارت. هفترض ان انا مثلا عايز ادور على صورة كليب ارت خاصة بكلمة كمبيوتر، عندي امكانية ان هو يدور عندي على الجهاز، وعندي كمان اوبشن ان انا اعمل انكلود اوفيس دوت كوم كونتنت، يعني هيجيب لي كمان الكليب ارتس اللي موجودة على موقع اوفيس نفسه. خلينا نعمل عليها كده علامة عشان برضو نشوف منها اوبشنز تانية، وهقول له جو. هلاقي ظهرت عندي مجموعة صور اهي،
كلها خاصة بالكمبيوتر والأدوات بتاعته. شايفين لما بنزل الحاجات الصغيرة دي اللي هو الثامب نيلز دي، لسه بيحمل صور تانية من على النت، كلها هتبقى خاصة بالكمبيوتر. طيب هفترض ان في صورة زي دي مثلا، زي مفتاح الكيبورد اللي عليه ات، انا عايز استعمل الصورة دي وبعدين هرجع استعملها تاني في اوقات تانية او في ملفات تانية، فانا عايز احتفظ بيها. لو ضغطت على السهم ده هلاقي عندي اوبشن اسمه Make Available Offline، لان الصورة دي جاية من على الموقع بتاع مايكروسوفت، فانا كل ما هحتاج استعملها لازم هعمل السيرش ده، وكمان لازم اكون متصل بالنت. لا انا عايز احتفظ بيها عندي عشان اقدر استعملها حتى لو انا مش متصل بالانترنت، فهضغط على الأيقونة دي هيفتح لي هنا المكان اللي بحفظ فيه الكليب ارت. بضغط على كلمة unclassified، يعني مش هحددها جوه كاتيجوري معين، وهقول له اوكي هيحفظها، هيعمل لها داونلود عن طريق الانترنت وهتبقى متاحة عندي انا على الجهاز. خلينا نشوف دي ايه. ادي كمان هفترض مثلا الصورة بتاعت مجموعة الأجهزة دي كمان، برضو هقول له make available offline، هقول له حطها لي هنا اوكي. ممكن اعمل من كلمة نيو، ايقونة نيو اللي موجودة دي، ممكن اعمل مجلد جديد احفظهم فيه. ولو جيت دلوقتي كررت نفس السيرش اللي انا كنت عامله ده تاني، يعني السيرش على كلمة كمبيوتر بس شلت العلامة من قدام include office contents وضغطت جو، هلاقي جاب لي مجموعة قليلة من الصور دي اللي موجودة عندي على الجهاز، بس معاها كمان الصورتين اللي انا حملتهم كده. لو انا مش متصل بالانترنت برضو هتبقى الصور موجودة عندي، مفيش مشكلة اقدر استعملها لاني عملت لهم داونلود عندي على الجهاز. انا لو فتحت هنا كمان هلاقي ان انا عندي في الحاجات اللي ممكن اضيفها illustrations و photographs، اقدر استعمل انواع الصور، واقدر استعمل كمان فيديو واوديو، لان لو انا على برنامج باوربوينت زي ما هنشوف بعد كده ودورت في كليب ارت، انا اقدر في باوربوينت ان انا اضيف ملفات فيديو وملفات صوت. طبعا في وورد مش هنحتاج نستخدم الاوبشنز دي، فممكن نبقى نشيل من عليها حتى العلامة قبل ما نعمل السيرش. يبقى كده شفنا اننا نقدر ندور على الكليب ارت في الحاجات اللي موجودة عندنا على الجهاز، واقدر كمان اعمل داونلود لحاجات موجودة على موقع office.com. خلينا بقى نضيف صورة من دول، هقول له انسيرت للصورة دي. هقدر برضو اتعامل معاها بنفس الطرق اللي احنا اتكلمنا عنها واضيف عليها اي افكت زي ما قلنا قبل كده. وجيت هنا ضفت عليها كمان روتيشن، اقدر اشتغل على الصورة بالطريقة اللي انا عايزها. ممكن نعمل الصورة بالشكل ده. كده شفنا طريقة اضافة كليب ارت. نرجع تاني لانسيرت، خلينا نقفل النافذة دي، مش عايز تاني كليب ارت. واشوف ازاي اقدر اضيف شيب. عندي هنا ايقونة مكتوب عليها شيبس، اللي هي الاشكال المختلفة الجاهزة اللي انا اقدر اضيف منها، وبرضو اقدر اعمل فيها كل الاوبشنز اللي احنا قلنا عليها من اضافة ستايلات واضافة فورماتنج مختلف لها. نختار مثلا الشكل ده، بيديني ماوس بشكل زائد زي ما احنا شايفينه، بسحب وبرسم كده انا رسمت الشيب اللي انا عايزه. اقدر افتح من هنا الستايلات واضيف على الشيب اي ستايل انا عايزه. افترض مثلا اني هضيف عليه، ناخد الستايل ده، اقدر اعمل رايت كليك واقول له كلمة اد تكست. بمجرد ما بعملها بيظهر لي المؤشر بتاع الكتابة، وممكن اكتب اي نص انا عايزه. اشتغل على النص بالطريقة العادية خالص بتاعتي، اروح على هوم اكبر الخط بتاعه مثلا، احط عليه ستايل هو كمان بالشكل ده. ممكن نعمل اي حاجة احنا عايزينها، ممكن الشيب ده نفسه خليني اعمل كليك عليه، ونخلي بالنا احنا عاملين كليك على ايه علشان ابقى متأكد انا بشتغل في اضافات خاصة بايه. لما وقفت عليه اهو ظهر لي الريبون الخاص بيه اللي هو بتاع الفورمات، هقدر اضيف منه التأثيرات اللي انا عايزها، دي الستايلات اللي احنا اتكلمنا عنها، واقدر اضيف له اطار مثلا لو انا عايز اضيف اطار معين. خليني اشوف لون مميز كده مثلا، والجراديانت او التدريج اللي جواه كمان اقدر اغيره زي ما احنا شايفين. التكست اللي جوه ده اقدر اعمل له الاينمنت او محاذاة جوه الشكل بتاعي، احطه فوق لتحت، اغير الاتجاه بتاعه الدايركشن بتاعه، اعمله رأسي او افقي زي ما انا عايز. ممكن اعمله كده مثلا، وبرده الرأسي بتاعه زي شكل او طريقة الجدول بالظبط له اتجاهين، بختار الاتجاه
اعمل له كمان كويك ستايل من هنا، مش محتاج انا طبعا عشان واقف بس في كلمة منتدى، فهو هيغير لي فيها هي لوحدها لان انا مش محدد النص كله على بعضه، فهو اعتبر ان انا عايز اعمل التعديل دي بس. في كمان اوبشن مهم قوي برضو المفروض نبقى عارفينه، لو احنا هنتعامل مع اشكال كتير او هنعمل موضوع الشيب كتير، فانا ممكن احتاج الفكرة دي. خليني بس انزل صفحة جديدة كده. بافتراض ان انا هعمل اكتر من شكل، اكتر من شيب، هروح على انسيرت وهعمل اكتر من شيب، بس هيبقوا مرتبطين ببعض وهحتاج ان انا احركهم مع بعض. قبل ما ارسم الشيب اللي انا هستعمله بروح على شيبس وبقول له نيو دروينج كانفاس، لو عملت كليك عليها هلاقيه عمل لي حاجة زي الاطار كده، وبروح على انسيرت شيب وببتدي اختار الشيبس اللي انا عايزها. هفترض مثلا هعمل الشكل ده، برسمه جوه الاطار اللي عندي ده. هعمل كمان شيب مثلا، هرسم سهم كده هديله ستايل علشان يبقى واضح كده مثلا، وبعدين هحط كمان شيب سهم تاني عكسه. الاشكال دي بعد كده هحركها مع بعض لانه هيتعامل معاه كجزء واحد او كحاجة واحدة، مش هيبقى كل شكل فيهم منفصل لوحده. لما عملت انتر نزلوا صفحة جديدة بيتحركوا كلهم اهم زي ما احنا شايفين، بيتحركوا مع بعض. الاشكال دي كلها بقت جوه كونتينر واحد. دي احسن كتير من ان انا هكون بعمل كذا شكل مرتبطين ببعض بس اعملهم منفصلين، ولما اجي اتحرك بيهم او اكتب التكست بتاعي فمكانهم يتغير يبتدوا يتلخبطوا، لكن كده هما هيتحركوا بنفس شكلهم اللي انا عامله ده ومش هيتغير باي حاجة تانية انا بعملها، هيفضلوا زي ما هما بالشكل ده.